السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج البكشة. براويكم اليوم اللي في بكشة، هذا منحاز والمدق مالو. يقلون القهوة، يقلون القهوة على اليمر في التاوة، يقلونها بمحماس. يوم تبر تشبوها في منحاز، نشا ودقوها، دقوها لين تنعم. عقب ما تنعم الدلة ثور القهوة، خوزوا عن الدلة وشبوا القهوة تلجي ما يسمونها، شبوها داخل القهوة وقربوا الدلة من قرب الضوء وتم تجلب القهوة ثور. يوم يشوفونها خلصت برزوها شوي، خلوها تفتر شوي وتغرن الحرمات ضاولن كلهن والدلة طرف الضوء، حطن السحوي كامل وهبيان. عقب ما هبيان لان انعزت صاوعان هاي القهوة تقهويا الحرمات كلهن، سربنها بغان غيرها بعدهن، ردن وخمرن الدلة وركبنا ودق القهوة اللي باجية في التاوة، شبنا بعدهن ودقنا ولقمنا الحرمة بتينا الحينة وبنا رد نسوي قهوة، ردن بعدهن وسوى القهوة وترين الحرمة لينيت وهبيت والصاوة عن الدلة الحرمة الغريبة والليارات شربنا سربنا كلها شربنا. زخ اليمر فيها عطرة وركبت الدلة الضو، ركبت الدلة الضو والضو هذه وتعاب القهوة، تقلى القهوة في طرف الدلة ودق قهوته وتلجمها. إن كان الدلة عودة أكفتن كلن، وإن كان صغيرة سوت مرتين، إن هو عليهن عقب بعد حد سوينا مرتين، وإن كان الدلة عودة لا الصاوع عن الحرمات ويباجي التم خذ اللمي ملالة الضوء خذنا وحطنا الدلة حتى ما تبرد، واللي بييت قهوي والريايل يهلون قهوتهم في بريزة هناك يتجمعون، يهلوا القهوة ويهلوا الدلة ويهلوا المحماس ويهلوا التاوة، وساروا هناك وروا الضوء وقلوا قهوتهم ودقوا قهوتهم ولقموا دلتهم. التمر يبونه من داخل من عند الحرمات هناك على الطلال، سوين طلال من دبان، حد يسميه طلال وحد يسميه من دبان، وجلعوا التمر ويابوه والدلة ثارت. أخروا الدلة هوي إلين تفتر وتجمعوا الريايل وبيوم هناك التمر. عقب ما يهبيون لألم عاز الصاوعة والدلة، عندهم ولد قال لهم منون هاب الريح بيكبر الدلة منكم عيال، نقز اللي أكبر منهم زخ فناين وزخ الدلة وغنم على الريايل كلهم، واللي ما يبقى هوا يهز فنيان للصبي حتى يفطن يعرف أن الريال هذا ما يبقى هوا، هز فنيان قبل الصبي فنيان ما مد صوبك خلاص انت هزيت فنيان ما تبقى هوا، حتى اللي راجد من يرانم يسمعه شي يسوي بك الدق والصلاة، يعني نشون يرانم خلون من حاز المدق يسخل، يعني نشون يرانم يسمعون الدق القهوة، قالوا نشوا قبلنا فلانيين اليوم ونشوا عاد أي غالم بعد عيلك. هذا اللي عندنا اليوم في بقيتنا وحياكم الله.